يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل صاحب الشرك الأصغر يكون مخلدا في النار كصاحب الشرك الأكبر؟ هل صاحب الشرك الأصغر يكون مخلدا في النار كصاحب الشرك الأكبر؟ لا، القول المشهور عند الجمهور أنه تحت المشيئة مثل سائر الكبائر، والقول الآخر أنه لا، لا بد من تعذيبه لكنه لا يخلد في النار، لا بد من تعذيبه لقوله تعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به، هذا شامل للشرك الأكبر والأصغر، لكنه لا يخلد في النار مثل صاحب الشرك الأكبر. نعم.